السلام عليكم، مرحبا بكم. كي داير؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم لحم الراس ديال بقري باللفت والحمص والكرشه، حتى هي درتها، كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للبنات اللي يلاه بدا، وهذه هي الطريقه ديالو. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ما تمشيو فين، فرجه ممتعه. بالنسبه هنا عندي الكرشه، بالنسبه للكرشه هذه ديال البقري، ما كنبغيش انا هذيك الكحوله، كنكرطها تماما، ما تتعجبنيش، كتجيني زفره. المهم يكون الماء يكون طايب. بالنسبه لبناتي يلاه بداو وبغاو يشوفوا الطريقه، انا خليت لكم هذه، ما يعني ما حيتهاش من الفيديو باش تشوفوها. هي كتبغي شويه ديال الجهد وشويه ديال الخدمه، ولكن ماشي مشكل. المهم هذيك الكحوله راه ما كتبقاش، كتولي بيضة. هي المهم يكون الماء سخون، تحطوه حداكم وتبقاو تزيدوا شوي بشوي. الا برد لكم الماء ضروري خاصكم تعاودوا تسخنوه باش كتحيد لكم هذيك الكحولة تماما. ها هي كملتها، كنت كتشوفوا ما خليت فيها والو. غسلتها بشويه ديال الملحه والحامض وسكينجبير والخل باش كتحيد من هذيك يعني ديك الزفوره ما كتبقاش. كتشوفوا هنا راه عندي لحم الراس ديال البقري، ها هو. وهاد الكرشه هادي حتى هي راه ديال البقري، قطعتها طريفات كبار باش ما تذوبش، لان غادي نديرها مع لحم الراس. هنا عندي تقريبا واحد البصله كبيره مشحره، واحد البصله كبيره مشلضه. وهنا عندي الثومه، درت الثومه كثيره شويه. غتقولوا لي راه الثومه مكروهه في رمضان، غادي نقول لكم راه حيدت ليها القلب ديالها. شوف بعدا حكيتهم، شوف بعدا خليتهم غير هكاك. ودابا غادي نبداو ان شاء الله، غادي نديرهم ندير هادشي في الكوكون. من بعد غادي نخضر باللفت والحمص. انتم كيف كتشوفوا البنات، هنايا راه درت كاع العطريه، درت الملحه، البزار، سكينجبير، الخرقوم، التحميره، شويه ديال راس الحانوت، شويه ديال السودانيه. تقريبا درت العطريه كامله الى القرفه اللي ما درتش. وغادي ندير واحد شويه ديال الكمون، ما كيعجبني الكمون في الديك، كيعطي واحد المذاق زوين. ودرت القزبور يابس حتى هو درتو، ودرت شويه ديال الزيت العاديه وشويه ديال الزيت البلديه. وغادي ندير واحد شويه ديال السمن، وغادي نخليه شويه يتشحر. هنا راه كاين لحم الراس والبصله وهذيك الكرشه. بالنسبه للزيت راه درت غير القياس، لان اصلا هذا اللحم الراس كيف هذا اللحم الراس كيف كتشوفوا راه ما عنديش فيه زعما ليدام بزاف ولا شحمه بزاف، راه كاينه غير اللحيمات. غادي نخليه يتشحر، غادي نحركو، غادي نخليه يتشحر يتشرب هاد العطريه. غادي نزيد دابا شويه ديال القزبر والمعدنوس. البنات الحيمات ديالنا من بعد، ها هما الحيمات من بعد ما تشحروا مزيان، زدت عليهم الماء السخون، يعني ضروري يكون الماء سخون يكون طايب. الا زدتوا الماء بارد مع دوك الحيمات اللي يكونوا مشحرين، تزيدوا الماء بارد كيكمزز هذاك اللحم، يعني ما كيبغيش يطيب، ضروري تزيدوا الماء سخون. ودابا غادي نزيد واحد شويه ديال الحمص. انا بغيت نزيد فيه شويه، هذا تقولوا لي هذا طبق تقليدي بامتياز. انتم غازلين واحد شويه ديال الحمص، كنت غادي ندير اللفت، ها هو صافي بركه. غادي نزيد واحد شويه ديال الزعفران الحر، وغادي نسد عليه الكوكوط وغادي نخليه يهبط شويه، عاد نزيد اللفت. انا رجعت معاكم، لقيت تبارك الله الحيمات طابو، يعني طيابين من التسخينه الاولى، بارك الله. الله يدوم علينا نعمه. صلينا، غسلنا المعينات، صلينا العشاء. دابا ملي كيقرب وقت العشاء عاد باش غادي نجي نرمي داك اللفت اللي غادي نديرو، الفتات صغيورين. وهذا اللفت اللي غادي نديرو ها هو، وهذه مطيشه، ها هي. درت عليها واحد، درت هنا واحد، حكيت واحد مطيشه، على واحد المعلقه صغيره ديال صلصه الطماطم، وهادي واحد الفليفله غادي نديرها.
غادي نزيدو اللفت، ها هو في المريقه نانيس مزيان حيت داك اللحم شبقى نفس اللفت مجموع. غادي نزيد مطيشه وغادي نسد عليه دغيا تيطيب، ونتلاقى ان شاء الله مع الطبق النهائي. ها هو زدنا ديك مطيشه وهاد الفلفله حاره. بالنسبه للمطيشه زدت فيها واحد شويه ديال زهور المعدنوس. بالنسبه للتوابل ما غنزيد والو حيت كلشي كاين في المرقه. صافي انا غادي دابا غنسد عليه، راه دغيا تيطيب ما كيشدش الطياب، نتلاقاو ان شاء الله. ودابا الطبق ديالنا راه وجد، الاكله ديالنا التقليديه راه وجدات. غادي نقدمها في طبق التقديم، وغادي نزيد عليها اللفت من الفوق. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ومرحبا بكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.